كوراكوبراكياليس ماسل هي العضلة التانية من العضلات الموجودة في الجزء العلوي من الدراع، والكوراكوبراكياليس ماسل عبارة عن عضلة طويلة ورفيعة بتمتد من الكوراكويد بروسيس اوف ذا سكابولا لحد الجانب الداخلي من أعلى الهيومرس على نفس محاذاة الشورت هيد اوف ذا بايسيبس براكياي ماسل. يبقى الانسيرشن بالنسبة للكوراكوبراكياليس ماسل هو سوبيروميديال سيرفيس اوف ذا هيومرس، والأوريجين هو الكوراكويد بروسيس اوف ذا سكابولا. وظيفة الكوراكوبراكياليس ماسل هو انها بتساعد في تقريب العضد وطويها للداخل، وبرضه بتساعد في تثبيت الهيومرال هيد داخل الجلينويد كافيتي.